الخير، اهلا وسهلا بكل اللي عم يحضرونا هلا لايف من خلال ال بي سي اي، وتحيه كثير كبيره لكل يلي ناطرين الليله اللوتو اللبناني، ولكل يلي صار لهم زمان وسنين بياخذوا لوتو وناطرين دورهم يربحوا معنا باللوتو اللبناني. بتوفيق لكم جميعا. الليله صرنا ب 26 تموز 2021، قربنا على اخر الشهر، وكمان بلشنا باسبوع جديد. ان شاء الله يا رب هذا الاسبوع يكون وجه خير عليكم جميعا، ويكون حامل الحظ لكل يلي اخذين الليله شبكات لوتو. واكيد بظل كل هالازمات الصعبه يلي عم نقطع فيها على كل الاصعده، بنتمنى انه تبلش يعني تتحلحل على القليلة سياسيا، ونتمنى اكيد تكون الليله محلوله عنا باللوتو اللبناني لحتى كل يلي اخذين شبكات لوتو يكون لهم دور مع الحظ ويربحوا الملايين والمليارات يلي مخصصه بهيدا السحب، سحب رقم 1921. اذا هيدا هو رقم السحب 1921، لو سمحتوا شيكوا وتاكدوا على شبكتكم لحتى تكونوا مشتركين معنا بهيدا السحب. خليني سريعا اعطيكم فكره عن جوائز الليلة. مثل العادة بنبلش مع المرتبة الأولى يلي الليلة قيمتها حوالي المليار و280 مليون ليرة كاش. المرتبة الثانية صار لها زمان كثير عم تتراكم، التراكم لحاله 309 مليون ليرة، 309 مليون ليرة. إذا التراكم يعني الجائزة في حال انربحت الليلة بتكون تقريبا حوالي 450 مليون ليرة كاش، هيدا من أعلى الجوائز اللي وصلت لها المرتبة الثانية باللوتو اللبناني. زيد الليلة سبيسيال 75 مليون ليرة، طبعا الجوائز الباقية كلها بزيد بتكون مضاعفة. هول هن كل المعلومات اللي لازم تعرفون قبل ما ينطلق سحب اللوتو مباشرة على الهواء من خلال شاشة ال بي سي اي. كمان بدنا نقول بونسوار لعضو الاشتراك أبي ومندوبة وزارة المالية علاء أعمل وصحبة اللوتو، والليلة موجودة معنا مدامنا عم تطلع، أهلا وسهلا فيك. مرسي. إذا إلى مكنة اللوتو ما بقى بدي أخر عليك، يكون وطبت 42 يلي كلنا ناطرينهم. تنشوف سوا شو هي السري الليلة الرابحة. طب الأولى رقم 37، طابة الثاني 20، طابة الثالثة ناطرينا رقم 36، طابة الرابعة 33، سبعة 5، إذا تحمل رقم 7. طابة 6، واو 34، والطابة 7 الإضافية للجائزة الثانية رقم 16. دايما في سيربريزات بكل سحب من اللوتو اللبناني. مثل ما لاحظتوا الليلة المكنة اختارت 4 طابات بسري الثلاثينات، يعني الناس أو الأشخاص المعودين أو بيحبوا أو بيتفائلوا بسري الثلاثينات إلا ما يكونوا حجزوا محل حالهم بالمرتبة الرابعة. خلونا هلأ ننتقل أنا وياكم لزيد، وبذكركم أن الليلة سحب سبيسيال 75 مليون ليرة للمرتبة الأولى. ستة، أربعة، واحد، واحد عن جديد، اثنين،
21146، هيدا هو الرقم الرابع. مع هيدا الرقم منكون خلصنا الصحبين لوتو وزيد، وصار وقت ناخد البريك الوحيد يلي من بعدها منرجع لكم مع النتائج، على أمل أنه يكون في عنا عدد كتير كبير من الرابحين بصحب الليلة من لوتو لبنان اللي قونا بعد البريك. نحن معكم لحتى نتابع اللوتو اللبناني لليلة من بعد ما المكنة اختارت مثل عادة 6 طابات أساسية للمرتبة الأولى مع طابة 7 إضافية للجيز الثاني. بذكركم أنه الليلة المرتبة الأولى قيمتها حوالي 1,280,000,000 ليرة كاش، المرتبة الثانية التراكم 309,000,000 ليرة، يعني الجيزة في حال ربحت بتكون حوالي 450,000,000 ليرة كاش. إذا هول هن الجوائز يلي مخصصة لهيدا السحب، والمكنة من شوي اختارت الطابات، بيبقى نرجع نتأكد منهم لحتى نشوف النتائج ونرجع لعند مدام نعم طلعت. تفضلي إليك. سحب لوتو لنهار 2/26/2021، رقم 1921، الأرقام هن 37 20 36 33 7 34، والطابة 7 الإضافية للمرتبة الثانية 16. شكرا لك. إذا تأكدنا من الأرقام فورا إلى التابلو. ما في عنا ولا أولى ولا حتى الثانية. بالمرتبة الثالثة في عنا 17 شبكة رابحة، كل شبكة منهم رح تربح حوالي 4,100,000 ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 834 شبكة رابحة، كل شبكة منهم رح تربح 83,000 ليرة. والمرتبة الخامسة الليلة تتضمن 13,207 شبكة رابحة، وكل شبكة منهم رح تربح 12,000 ليرة. ألف مبروك للجميع، بعرف هارد لك. كتار منكم الليلة ما قدروا صابوا جوائز عديدة، خاصة المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، بس بسيطة، صاحب الجاي رح بيكون عنا جوائز أكبر. خلينا هلأ نرجع لزيد ونتأكد من الأرقام. تفضلي. صاحب زيد رقم 1921 لنهار الاثنين 26 تموز 2021، حمل رقم 21146. إذن هذا هو الرقم الرابح. منشوف التابلو الليلة، بذكركم أنه 75,000,000 ليرة للمرتبة الأولى، والرقم الرابح صار قدمنا على الشاشة مع 3 أوراق رابحة بالمرتبة الأولى. ألف مبروك. يعني 75,000,000 ليرة رح تتوزع على 3 شبكات، كل شبكة منه رح تربح 25,000,000 ليرة كاش. كل ورقة بتنتهي بالرقم 1146 رح تربح 900,000 ليرة، 1146 2,000 ليرة، و 46 8,000 ليرة. ثلاثة أوراق بالمرتبة الأولى. أول شيء خلينا نقول ألف مبروك لا ورقة ربحت من مابوف ماركت بالفدار، ومحل داميا يمين بصغرتا، ومحل سعيد بصريفة. إذن صريفة، فدار، وصغرتا. ألف مبروك للي الليلة حلفوا الحظ مع اللوتو اللبناني، تحديدا مع زيد 25,000,000 ليرة من نصيبكم، إن شاء الله بتتهنوا فيها. مدام نعم طلع اليوم من ربحت الأولى قد ايه بتكون سحب الجاي؟ حوالي 1,500,000,000. مليار ونص. المرتبة الثانية 550,000,000. 550 وزيد 35,000,000. شكرا لحضورك معنا. إذا مثل ما سمعتوا 1,500,000 بانتظاركم سحب الجاي باللوتو اللبناني. بهالأيام يلي ما في مصاري وما في شغل، ما إلكم غير اللوتو. 1,500,000 نهار الخميس لحتى تحصلوا على هالمبلغ، ما إلكم غير التاكسو. شبكة قد ايه على القد؟ شبكة 5 ثواني بس. باي باي.